طب دلوقتي الحملات دي بتتم في 17 محافظة، هو الرقم ال 19 5 82 ده رقم شغال على مستوى كل المحافظات ولا شغال يا فندم اي على حد في كل المحافظات محافظة له اللي رقم معين او طريقة معينة لا يبلغ لا بيها؟ هو نفس الرقم موجود لكل المحافظات دي. هو نفس الرقم. ايوه عاملين ايه يا فندم في مسألة البيع اونلاين على النشاط الاقتصادي اونلاين؟ لانه ده برضه بعد ما النشاط الاقتصادي الحقيقي اتأثر، الاونلاين التجارة الالكترونية دي على الفيسبوك بقى اي حد بيبيع حاجة زادت، يعني اللي كان بيبيع قبل كده ب100 دلوقتي بيبيع ب200، غير طبعا حقيقة فعلا زي ما حضرتك قضايا الغش بتقول، يعني. وفيها نماء ونماء يعني بقوة وتضاعف في حجمها بطريقة غير طبيعية، ويمكن حتى اللي ما كانش بيبيع قبل كده ابتدى يجهز نفسه للبيع اونلاين وبقى جاهز ليها. وللسبب ده احنا عملنا او اتبعنا منهجية واضحة جدا، ان احنا عرفنا المستهلكين ما فيش حاجة اسمها انبوكس، ما فيش حاجة ان هو ما يحطش المواصفات، ما فيش حاجة ان هو ما يدكش فاتورة، وده كان اساسي خلال الفترة اللي فاتت. ثم توجهنا للتجار نفسهم واصحاب الصفحات وبعض الشركات المتخصصة في هذا المجال، وفهمناهم ان القانون واضح 181 سنة 2018، لازم تحط المواصفة، لازم تحط السعر في العلن، ما تقوليش انبوكس، بالاضافة لان يبقى في فاتورة حتى لو هي الكترونية. وده اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت. ثم اديناهم مهلة برضو زي المنهجية اللي احنا بنتبعها، ثم طبقنا القانون اكثر من 30 صفحه شخصيه حولناها. ويمكن احنا بننتهج نهج جديد ان احنا بنحولها برقم التليفون المعلن على الصفحه، وبالاتفاق مع نيابه الشؤون الماليه والتجاريه هم بيستعلموا على رقم التليفون وبينزلوا صاحبها. كان اخر حاجه اعلنا عنها ان وجود حكم فعلا صدر من المحكمه الاقتصاديه بالحبس سنتين والغرامه اكثر من 100,000 جنيه، 100,000 جنيه بالظبط يعني، لصاحب صفحه لانه كان بيبيع منتجات مجهوله المصدر وبيقلد علامات تجاريه. الجهاز بيتعامل مع كل النشاط الاقتصادي في مصر يا فندم. وفقا للقانون اي سلعه او خدمه هو اختصاص، بالاضافه لبعض الاختصاصات المعينه في المجال العقاري. طب انا